بالطبع، يعني كما قال حسين الشيخ، هذا الموقف الرسمي الوحيد الذي صدر حتى الآن، وهو بأن السلطة الفلسطينية لن توافق على القبول بأموال المقاصة دون حصة غزة التي ستودع في دولة ثالثة في النرويج، وبأنها هذه الحصة عمليا لن تصل إلى قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيلية. مهم هنا أن نشدد مرة تلو الأخرى بأن هذه الأموال هي أموال فلسطينية خالصة، وبأن استيلاء إسرائيل عليها هي عملية قرصنة. هذه أموال ضرائب يدفعها التجار الفلسطينيون، وبالتالي لا يمكن أو غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف أن تستولي إسرائيل على هذه الأموال. هذه ليست صدقة إسرائيلية، لأن هذا ما يعتقده الجمهور الإسرائيلي، وكأن إسرائيل يعني تتصدق على السلطة الفلسطينية بهذه الأموال، ولكن هذه أموال ضرائب يدفعها السكان الفلسطينيون، وبالتالي السلطة الفلسطينية حتى الآن ترفض أن تتقبل أو أن تأخذ هذه الأموال دون حصة غزة. حصة غزة هي بالأساس عمليا الرواتب التي تعطيها السلطة الفلسطينية لموظفي السلطة المتواجدين في قطاع غزة، ونحن نعلم صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك، وأيضا عدم وجود يعني سيولة نقدية داخل قطاع غزة في هذه الظروف، حتى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل هي غير كافية لاحتياجات السكان، وبالتالي هذا هو الموقف الرسمي للسلطة. نحن نعلم يعني على الأقل وفق مصادر إسرائيلية، لم نرى نشر فلسطيني عن هذا الموضوع، بأن أيضا في الشهر الماضي كانت الحكومة الإسرائيلية قد حولت هذه الأموال إلى حساب السلطة الفلسطينية دون حصة غزة، ولكن السلطة الفلسطينية رفضت استلام هذه الأموال دون حصة غزة، وبالتالي من غير المتوقع أن يتغير هذا الموقف الفلسطيني. على صعيد آخر إيمان، دعيني أسألك عن ما تحدثت عنه وول ستريت جورنال حول مقترح للولايات المتحدة ومصر وقطر بالإفراج عن المحتجزين مقابل إنهاء الحرب، هل من تفاصيل لديك؟ نعم، وفق النشر في وول ستريت جورنال يتحدثون عن مسار طويل، مسار دبلوماسي متدرج، بدايته ستكون بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة مقابل بالطبع تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، ونهاية هذا المسار ستنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وربما أهمية هذا الأمر، بالطبع كان هنالك أحاديث يعني مختلفة حول صفقات من أجل يعني تهدئة وصفقة تبادل أسرى، ولكن ربما هذه المرة الأولى باعتقادي التي تكون فيها الولايات المتحدة ضالعة في صفقة هدفها إنهاء الحرب، وليس فقط وقف إطلاق نار مؤقت من أجل عملية تبادل أسرى، بمعنى أن يبدو بأن الولايات المتحدة تريد إنهاء هذه الحرب قبل أن يصل بايدن إلى الانتخابات في نهاية هذا العام. على أي حال، التفاصيل التي أوردتها وول ستريت جورنال تتحدث عن 90 يوما، بمعنى 3 شهور، ستبدأ بوقف إطلاق نار لفترة غير محددة، وخلال هذه الفترة ستحرر حماس أو ستفرج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، وفي المقابل إسرائيل أيضا ستطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، ومن ثم ستبدأ أيضا عملية انسحاب من داخل قطاع غزة وتمكين الناس الذين أجبروا على النزوح من العودة إلى بيوتهم. يبدو بأن أيضا الحديث عن حزمة كبيرة، حزمة كاملة سياسية التي ستشمل صفقة تبادل وستشمل ربما اتفاقيات سلام مثلا مع بعض الدول العربية مع إسرائيل، وأيضا قضية إعادة إعمار غزة، أن يكون هنالك صندوق يقام لهذا الغرض بالذات. وفي المقابل أيضا إسرائيل قد تتعهد ضمن هذه الصفقة بأن لا تمس قادة حماس أو القيادة السياسية وأيضا العسكرية لحركة حماس. كما قلت، هذه أول مرة نرى بأن الولايات المتحدة ضالعة في صفقة تؤدي إلى إنهاء الحرب. هذا يتوافق أيضا مع ما سمعناه في بعض
بعض الإعلام الأمريكي بأن الولايات المتحدة معنية حتى نهاية شهر إبريل القادم بأن تنتهي هذه الحرب على قطاع غزة لكي يكون بإمكان الرئيس بايدن التجهز بالشكل الذي يريده للانتخابات في نهاية هذا العام. وإذا ما تتحدث هذه الصفقة عن 3 أشهر نكون قد وصلنا بالفعل إلى نهاية شهر أبريل، ولكن يمكن القول بأنه لا اختراق حتى الآن، وهذه ليست أول مرة نسمع فيها عن هذا المسار. قبل أسبوعين كان الصحفي للشؤون الاستخباراتية في ديعوت أحرونوت أيضا قد أورد مسار شبيه لما نشر اليوم في وول ستريت جورنال، ويقول بأن مصر عرضت مسار كهذا متدرج وطويل الأمد، يبدأ بصفقة تبادل وينتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. إذن تفاصيل مشابهة يبدو بأن الحديث عن نفس هذا المقترح، ولكن قالت الصحيفة صحيفة ديعوت أحرونوت بأن نتنياهو ماطل في مناقشة هذا المقترح، وبالتالي لم يكن نقاش حقيقي في إسرائيل لمقترح كهذا. على أي حال يعني في نهاية الأمر كما قلت لا يوجد حتى الآن اختراق في هذه المحادثات، وربما العامل الأبرز في هذه الحالة هو الموقف الإسرائيلي. بالأمس كان قد نشر في الإعلام الإسرائيلي عن شروط حماس لإطلاق صفقة تبادل الأسرى، لا يمكننا أن نجزم بصحة هذه الشروط، هذا وفق ما أوردته المصادر الإسرائيلية، وربما بأن المصادر الإسرائيلية بالعادة المصادر السياسية تخبر المصادر الإعلامية بهذه المعلومات ربما لكي تظهر أمام الجمهور الإسرائيلي بأنها تفعل كل ما في وسعها، ولكن حماس يضع شروطا غير مقبولة ولا تستطيع إسرائيل القيام بها، بالأساس شرط الوقف الشامل لإطلاق النار، وشرط حماس الثاني وفق النشر الإسرائيلي بالأمس بأن حماس تشترط بأن تبقى جزءا من حكم قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب. بالطبع هذه الشروط القيادة الإسرائيلية المتواجدة اليوم من الصعب أن تقبل بها، وبالتالي يبدو بأن أيضا هذا النشر في ديعوت بالأمس جاء من أجل إقناع الجمهور بأن المشكلة هي لدى حماس وليس لدى القيادة الإسرائيلية. أشكرك من خلاف غزة مراسلة الغد إيمان جبور.